بكم مجددا، معكم نورة سعالي، وفي هذا الفيديو من موضوعات جافا سكريبت عامة سنتحدث عن هذا السؤال الموجود في صفحة المنشورات. وأغلب الأشخاص كما تجدون أجاب هذا السؤال بشكل صحيح، لكن هناك بعض الأشخاص الذين لم يفهموا هذا السؤال ولم يجيبه بشكل صحيح، وهذا الفيديو للتوضيح. فاليوم سنتحدث عن هذه الكويشن مارك، هذه إشارة الاستفهام التي نضعها بهذا الشكل وعن فائدتها. فبداية افتحوا الكونسول جافا سكريبت ولنبدأ. فإذا بداية سأقوم بإنشاء كويري، دعونا نسميه كويري 1 مثلا. وهذا الكويري سيكون عبارة عن object فيها params، وهذه البرامز فيها object أخرى فيها page، وهذه البيج قيمتها 1. فإذا الآن إذا أردت أن أحصل على هذه البيج، فبكل بساطة قد تفكر تقول query1.param.page، وهذه الطريقة. فإذا const page1 ستكون هي عبارة عن query1.params دوت بيج، والآن بيج 1 ستكون قيمتها 1. فإذا ها هي، فإذا ممتاز. طيب ماذا لو أصبحت query 1 هنا تساوي لدينا params، لكن هذه البرام غير معرفة هنا undefined. فالآن مرة أخرى إذا أردت الحصول سأقوم بكتابة x الآن، فإذا let x التي هي ستكون لدينا query 1 dot params dot page. الذي سيحدث هنا أن عندما نقوم بهذا العمل هو أن نحن نريد الكويري 1 التي هي هذا dot params التي هي هذا والتي قيمتها undefined، والآن سيسأل أو سيحاول معرفة قيمة undefined dot page. فإذا undefined ليس له خاصية page، فيفترض أن يظهر لدينا خطأ الآن. فإذا enter خطأ query1.params غير معرفة. فإذا لحل هذه المشكلة بكل بساطة يمكن أن نقوم بالأمر التالي. فيمكن أن نعرف let query2 مثلا، شيء آخر هنا لدينا التي هي query2 هي object فيها params وفيها مثلا params undefined مثلا ايضا. فالان let page2 يساوي query2.params.page. فإذا هذا ايضا ستعيد لي خطا، لكن يمكن ان اقوم بالامر التالي، انا اضيف اشاره استفهام هنا، والذي يعني هنا اذا كانت هذه البرامز معرفه فاذهب واحصل على دوت بيج، غير ذلك لا. فاذا ما الذي سيحدث هنا؟ اذا حددت قيمه بيج 2 فستكون undefined. لماذا؟ لان اصلا هي غير معرفه بالمنطق الذي نراه امامنا، لا يوجد بيج فهي غير معرفه، ولم يحدث اي خطا لاننا استخدمنا هذه الكويشن مارك. في السؤال الذي تم سؤاله هنا طبعا كان الموضوع مختلف، ان كان الكويري نفسه هو عباره عن undefined. فاذا يمكن ان نجرب مره اخرى بكويري اخر هنا للتدريب، فيمكن ان نسمي let query 3 عفوا let query 3 يساوي undefined، والآن let page 1 تساوي query 3.params.page. فإذا params غير معرفة وpage غير معرفة، هنا سيعطينا خطأ، فسيقول لنا عفوا قمنا بتعريفه مجددا، فسأكتب هنا page 3. فإذا هنا سيعطينا خطأ لأن query 3 غير معرفة. طيب مرة أخرى لو أنا قلت أن page 3 نفسها هذا قمت بإعطائها قيمة جديدة، والتي هي قلت أن إذا كانت الكويري 3 معرفة إذا كانت اذهب للبرام، وإذا كانت البرام معرفة اذهب للبيج. فبالتالي الآن بيج 3 ستكون قيمتها undefined. فإذا عدنا للسؤال، فالسؤال بكل بساطة الأول كان غير معرف لكن لم نستخدم الكويشن مارك فسيعطينا خطأ، والثاني كانت أيضا غير معرفة ولكن استخدمنا الكويشن مارك هنا فسيعطينا فقط أن البيج 2 غير معرفة ولن يكون هنالك رسالة خطأ. فإذا هذه الإشارة تسهل لنا كثيرا، وأيضا يمكن أن نعتبرها أيضا شورت سيركت، لأنها بدلا في الحالة الطبيعية أن إذا أردنا أن نقوم به
في الحالة الطبيعية إذا أردنا أن نحقق هذا، ربما تفكر أن تسأل هل كويري معرفة؟ إذا كانت معرفة اذهب للبارانتس، يعني بهذا الشكل أن نسأل. فالآن أنا فتحت كونسل النوت، لكن لا مشكلة أي كونسل تنفع، يعني حتى لو طبقت مع كونسل البراوزر أو المتصفح. ففي هذه الحالة مثلا لدينا مثلا كويري 3 أو كويري يساوي undefined، فنريد أن نصل للبيج من هذا الكويري، فيمكن أن نسأل هكذا: إذا كانت الكويري معرفة فأعد لي كويري مثلا، أو نقوم بهذا الشكل نكتب هنا let page تساوي، أو let params تساوي query dot params، ونغلق ال if statement. وقبل إغلاق ال if statement يمكن أن نضيف if statement أخرى، نقول إذا كانت البرامز معرفة، جيد، ونفتح قوس جديد أو curly bracket جديد، ونكتب دع الصفحة تساوي البرامز dot page، جيد، ونغلق القوس الأول وثم نغلق الكيرلي براكتس الأول والثاني. فلاحظوا، فكأن هذا الشيء الذي كتبناه هنا بهذه الكويشن مارك كأننا كتبنا if statement هكذا طويلة. والمختصر بالتأكيد أن نستخدم العامل الاختياري هذا الكويشن مارك على أن نستخدم الـ if statement. أتمنى أن هذا الموضوع كان مفيد، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.